السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا الغالي. تفضل، الله يحفظكم. سؤال كده لناس الأسرة، جيراننا يعني عندهم رب البيت، هجر البيت وتزوج زوجة يعني ممكن مش متدين، ناس مش متدين قوي، من الناس الموضة اللي طالعة جديد يعني. فعند الأسرة دي عندها ابن صغير، الابن ده بدأ مثلا ينحرف شوية ومش عارف ايه، سجاير مثلا وفراغ وكده، فقلنا نشغل الولد ده وكده. فهو عايز يجيب موتوسيكل، الولد الصغير ده عايز يجيب موتوسيكل، فالأب مش راضي. فقلنا له طب خلاص، طب نجيب مثلا عربية يشتغل عليها وكده، فهو مش راضي لا بده ولا بده. فهل لو احنا جبنا له موتوسيكل هيبقى في عقوق للأب ده ماذا ولا مش سيصنع بالموتوسيكل؟ ايه؟ ماذا سيصنع الولد بالموتوسيكل؟ بيشتغل عليه دليفري في امازون والحاجات الاونلاين اللي هي الجديده دي. هو عايز يجيب الموتوسيكل يشتغل عليه، كم عمر الولد؟ والاب خايف عليه عشان الموتوسيكل ممكن يبقى خطر على حياته وكده. بس احنا شايفين ان الشغل اهون من الفراغ والعادات السيئه اللي هيكتسبها من الفراغ. يعني مش ممكن الجمع بين رأيكم ورأي الوالد، بحيث أنك توفر للولد عملاً ويكون عملا آمنا يرضي الله ثم يرضي الوالد ثم يكون سببا في إعفاف الولد عن والوالد عايزه يركز في الجامعة ويعدي من الجامعة وكده. في سنة إيه الولد؟ ايه؟ في أي صف في الجامعة؟ جامعة التجارة، هو في جامعة التجارة الولد. بس كل هو الفكرة ان هو مش اصلا مش بتاع قعدة كتاب وكلام من ده. في سنة إيه يعني طيب؟ ايه؟ في أي سنة؟ في سنة أولى. سنة أولى. فاحنا شايفين يعني ان هو أبوكم، بس قعدة دعني ألخص سؤالك، أبوكم اتفضل. الأب، مش عايز ما أقولش أبوك، الله أعلم هو مين، تمام ذهب وتزوج غير الأم تمام وأهمل البيت الأول، تمام فالبيت الأول أصبح ينظر في المصلحة العامة له، فوجد في البيت شابا معرضا للتلف والانحراف، نعم فيريد أن يأتونه بشيء يشغله، ورأوا أن هذا الموتوسيكل يشغله، كان يعمل ديليفري، والوالد خائف على الولد من خطورة الموتوسيكل. تمام أنصحكم بالبحث عن عمل آخر إبرارا للوالد وإن ظلمكم، وحفاظا على أخيكم من مهاترات الشباب بالموتوسيكلات. السلام عليكم. جزاكم الله خير. أيوة.